حادثة الانتحار هذه هي واحدة من حوادث عدة تعقب اعتداءات تتعرض لها العاملات الأجنبيات في المنازل في لبنان، فأرقام الجمعيات الحقوقية تؤكد أن أكثر من عاملة تموت أسبوعياً في لبنان في ظروف غامضة. عاملات عم بيجوا على لبنان مفكرين حالهم بدهم يشتغلوا بكرامة، عم بيلاقوا حالهم عم بيعيشوا بحياة غير كريمة. فكتير من الأوقات وقت تنسد البواب أمام وجههم عم بيقدموا للانتحار أو عم بيهربوا من شرفة البيت أو من البلكون، وخلال الهروب عم بيتوفوا. لشارع الحمرة في بيروت يوم الأحد صورة أخرى تطغى وجوه العاملات الأجنبيات على المشهد، حيث يجتمعن للتسوق والترفيه عن أنفسهن في يوم الإجازة، لكن هذا الجانب من الحرية بضآلته غير متوفر بشكل دائم. العقد الأخير لم يكن جيداً لأنهم كانوا يمنحونني ساعات قليلة من الراحة ولا أتمكن خلالها من الخروج، وهذا أمر غير مريح. أحصل على يومي إجازة كل شهر. فيوم الراحة هو ترف بالنسبة لعاملات كثيرات يحرمن منه ويمنعن من الخروج خارج حدود جدران المنزل حيث يعملن. تقول الجمعيات الحقوقية إن مشاكل العاملات الأجنبيات في لبنان تنبع من نظام الكفالة الذي يضع ممارسات ومخالفات رب العمل أو الكفيل في قالب قانوني بعيداً عن أي محاسبة. التفاوت في التعاطي مع العاملات يعود إلى غياب قانون يحدد حقهن في الراحة والتنقل والتواصل وممارسة الحرية الشخصية. العقد الأول الذي وقعته لم يسمح لي بأخذ يوم للراحة، والوكيل لم يسمح لي بالحصول على هاتف، كما أن هناك الكثير من الملاحظات التي تتعلق بالطعام الذي يقدمونه لنا. لا يعلم هؤلاء أي شيء عن عقود عملهم، أو ربما يوقعونها باللغة العربية التي لا يجيدون، لذلك يطالبون بإنشاء نقابة تحمي حقوقهم، لكن وزارة العمل رفضت الأمر. فقانون العمل يستثني من أحكامه العمل في المنازل، رغم أن الأرقام تقدر وجود نحو 250 ألف عامل وعاملة يوقعون عقداً موحداً، لكن تطبيقه يختلف باختلاف جنسية كل واحد تماماً كما تختلف الرواتب. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت. قالت محامية جمعية كفى مهنا إسحاق إن وضع العاملات في لبنان غير قانوني وغير حقوقي. وأضافت إسحاق في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أنه يتم إيهام الخادمات بوظائف معينة لتفاجأ بأن الوظيفة مختلفة. وضع العاملات بلبنان هو وضع غير قانوني غير حقوقي، يؤدي إلى اعتبار هذا البلد مثل معظم الدول العربية بمجال العمالة المنزلية، يؤدي إلى نوع من العبودية المقنعة، لأنه هذه الفئة من العمال هي غير محمية بقانون، هي مستثناة من قانون العمل بلبنان، وبالتالي تخضع للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، واللي بيكون فيها كثير من الثغرات في التطبيق. لا، هي ليست صفة تضخيمية، هي يعني إذا منشوف ظروف العمل من وقت الاستقدام، من تاريخ خروج هذه العاملات من دولهم وطريقة انتقالهم من هذه الدول، إيهامهم ببعض الأعمال، عم نحكي ببعض يعني بحالات، بمعظم الحالات، هذا لا يعني أنه كل الحالات هي كذلك، ولكن معظم الحالات بيكون في عدم دقة أو تضارب بين نوع العمل اللي رح يقوموا فيه بين دولتهم وبين هون. في بعض الحالات يتم إيهامهم أو وعدهم بأعمال أخرى غير التي سيقومون بها بلبنان. مثلا في كثير من الحالات وصلت لعنا كانت موعودة أنها تقوم بعمل معين، هي هذه العاملة تكون صاحبة اختصاص بالتمريض أو بغيره، تفاجأ بأنه نوع العمل هو مختلف، ظروف العمل مختلفة، تفاجأ بأنه حتى البدء الأجر اللي كانت موعودة فيه هو مختلف عن الأجر اللي ستحصل عليه. لما بتوصل على لبنان بظل نظام الكفالة بيصير في عندها استحالة لتغيير الكفيل أو لتغيير نوع العمل أو حتى العودة، لأن تصبح بقبضة صاحب العمل طيلة فترة العقد، وحتى
عندما يكون هناك انتهاك لحقوقها وهناك أسباب لفسخ عقد العمل حتى لو كانت تقوم بالعمل وتنفذه وإن يعني طوعا قامت بتنفيذ هذا العقد، إذا ما تبين أسباب لفسخ العقد سواء تعرضت لعنف أو تعرضت لتحرش أو أي سبب من أسباب أو عدم دفع أجورها، إذا ما أرادت فسخ العقد وتركت المنزل تصبح بوضع مخالف لنظام الإقامة وبالتالي تصبح بحالة تعريضها للتوقيف بدل ما تكون هي الضحية تصبح بحالة ارتكاب فعل مخالف للقانون. نعم هي توقع أن العقود التي توقع عليها خارج يعني في دولتها قبل وصولها للبنان في كثير من الحالات لا تكون متطابقة مع العقود التي توقعها بلبنان. بلبنان هناك عقد عمل موحد وضعته وزارة العمل لسد ثغرة عدم وجود قانون. هذا العقد ينص على كثير من الحقوق والالتزامات التي يجب على الفريقي العقد تطبيقها. هذا العقد لحد الساعة يتم توقيعه هو مكتوب باللغة العربية. أولا هناك هذه أول مخالفة أنه هذه العاملة توقع على حقوق والتزامات لا تعرف ما هي لأنه هي بلغة لا تجهلها توقع عليها باللغة العربية. ها أولا. ثانيا معظم هذه الحقوق والالتزامات وأكثر هي الحقوق هي في كثير من الحالات هي حبر على ورق. فإذا ما حدد هذا العقد ساعات لعمل معينة في اليوم أو يوم راحة في يوم راحة أسبوعية أو إذا حدد أسباب لفسخ العقد كل هذه الأمور هي حبر على ورق. عمليا ليس هناك التزام لا بساعات العمل، ليس هناك التزام بأوقات الراحة، ليس هناك التزام بأسباب فسخ العقد. وكما قلت إذا كان هناك سبب لفسخ العقد واللي هو العقد اللي وقعت عليه وفسخت العقد وتركت المنزل ليس لديها إلا خيار واحد هو العودة إلى بلدها إلا إذا وافق صاحب العمل الذي يسمى الكفيل بأن تذهب إلى كفيل آخر فيوقع على شيء يسمى التنازل عن العمل. وبالتالي بدون موافقة صاحب العمل وإجراء هذا التنازل لا يمكنها تغيير الكفيل حتى عندما تكون لديها أسباب لفسخ عقد العمل. اليوم الحماية إن كان العاملات أو حتى لأصحاب العمل وإن كان يعني بظروف العمل العاملة هي الفريق الأضعف نتيجة ظرف العمل ولكن لحماية هالفريقي تحديدا وجود نظام الكفالة يؤدي إلى استمرار الانتهاك يؤدي إلى استمرار عدم الحماية. أنا أعتبر بأنه نظام الكفالة هو المشكلة. يجب أن يكون هناك نظام آخر ينظم عمل العمالة المنزلية في لبنان لا سيما الأجنبية لأنه بمعظمها هي أجنبية بشكل يرعى أو يؤمن الحماية لصاحب العمل ويؤمن الحماية ويمنع العبودية عن العاملات الأجنبيات. يجب خلق نظام جديد فك هذا النظام الكفالي الذي يربط العاملة بصاحب العمل بشكل عبودي. طبعا الجهة الرسمية المعنية بهذا الموضوع هي وزارة العمل هي المسؤولة عن إجراء الدراسات بهذا المجال ووضع الاستراتيجيات العمل المطلوبة ومعرفة سوق العمل ومعرفة الاحتياجات ووضع نظام العمل الأفضل والذي يتوافق مع المعايير الدولية والذي يحمي. هلأ طبعا المجتمع المدني المعني يعني الأشخاص أو الفئات المجتمع المدني مثل منظمة كفا والتي أنا أنتمي إليها وأنا محامي مع منظمة كفا نتابع حالات العاملات ونعمل يعني نعمل في مجال تغيير هذا الوضع وفك هذا الارتباط بين العامل وصاحب العمل عبر نظام الكفالة. للأسف لولا وجود بعض منظمات المجتمع المدني اللي بيساعدوا الذين يساعدون هذه العاملات في حال التجأت إليهم ليس هناك من مرجع يمكن للعاملة يعني فسخ العقد. إذا أرادت العاملة فسخ العقد لأي سبب لا يمكنها فسخ العقد عمليا. عم نحكي عمليا وليس نظريا. نظريا طبعا عقد العمل الموحد ينص على أسباب فسخ إنما عمليا إذا ما طرأت أسباب أو أرادت العاملة فسخ عقد العمل لا يمكنها الفسخ. هي تلتجئ بشكل عام إلى معظم الحالات إلى سفارتها أو إلى المنظمات المجتمع المدني اللي بتابعوا هذه الحالات ولكن لوحدها لا يمكنها فسخ العقد لأنه ترك البيت ترك منزل الكفيل يؤدي إلى اعتبارها مخالفة لنظام العمل بمجرد ما أن تترك المنزل وخاصة وقد درجت العادة أنه عندما تفسخ العاملة العقد وتترك المنزل مباشرة يتم يعني وضع
محاضر فرار بحقها تتضمن شكاوى كيدية بسرقة. يتهمون أصحاب العمل العاملات بمجرد أنهم تركوا المنزل بأنهم ارتكبوا جرائم سرقة بحقهم. هذه الملفات تصبح سيف مسلط على رقاب العاملات، تعرضهن للتوقيف، للاحتجاز، للتوقيف، للأحكام الغيابية في كثير من الحالات، وثم للتسفير، بالرغم من أنه في البداية كانت المسألة هي فسخ عقد عمل لأسباب مبررة من قبل العاملات.